تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، تم افتتاح مصنع أليستر الشرق الأوسط لتكرير حبيبات الألمنيوم وإنتاج السبائك. ويأتي افتتاح المصنع باعتباره مشروعا متكاملا يأتي بالتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي 2022-2026، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا ضمن خطة التعافي الاقتصادي. برؤى هادفة واستراتيجيات مدروسة هيأتها مملكة البحرين لتصبح بيئة خصبة وجاذبة لمختلف أنواع الاستثمارات المحلية والأجنبية، لما توفره من حوافز تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وها هو اليوم يتم تتويج هذه الخطوات بافتتاح مصنع أليستر الشرق الأوسط، والذي يعد أول منشأة تفتح فرعا لها خارج مملكة إسبانيا، حيث اختارت البحرين لتكون وجهتها الأولى. أول استثمار لهم خارج عن إسبانيا يأتي إلى البحرين، فهذه إثبات على أن استثماراتنا الخارجية لازم تترجم إلى استثمار يرجع إلى البحرين، يخلق فرص، يزيد من نمو الاقتصاد، فيعني قصة نجاح الصراحة. نحن في غاية السعادة ببدء العمل بالمصنع، والذي يفتتح أول فرع له خارج إسبانيا، حيث جاء اختيار مملكة البحرين لتكون الخيار الأول لما تتميز به هيكلتها الصناعية. لا يمكن أن نغفل دور ممتلكات ومجلس التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تمكين، حيث كانت مساهمتهم واضحة في تسهيل دخول الشركة إلى السوق البحرينية وتدشين فرعها في المنطقة. مشروع متكامل يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي 2022-2026، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النتاج المحلي الإجمالي وزيادة صادراته وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في هذا القطاع، والتي ترتكز على دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة. تمكين ساهمت في هذا المشروع من خلال تشجيع الاستثمار والتوظيف والتدريب للبحرينيين. لا شك أن هذا المشروع راح يخلق عدد كبير من الوظائف النوعية في مجال الصناعة، وهذا الشيء نركز عليه بشكل كبير، خصوصا ضمن دور تمكين في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي الوطنية. تم تخصيص لها قسيمة صناعية مساحة تقدر حول 25,000 متر مربع. هذا المصنع تقريبا تكلفة استثمار فيه ما يقارب 15 مليون. واحد من المصانع اللي احنا نستقطبها من ناحية اللي هو الاستراتيجية اللي تم الإعلان عنها، استراتيجية القطاع الصناعي لسنة 2022-2026. تحتضن أهم الصناعات على مستوى العالم، فاختيار أسواق البحرين من قبل الشركة الإسبانية سيفتح الباب على مصراعيه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. يأتي إطلاق هذا المصنع ليؤكد على أن خطة التعافي الاقتصادي التي تم الإعلان عنها مؤخراً بدأت تحقق أهدافها على أرض الواقع، ما يساهم في دعم خطة الاستمرار في جذب الاستثمارات إلى المملكة وخلق فرص عمل جيدة للبحرينيين. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.